شكرا لزميلي سلطان الشمسي على هذه الجولة المميزة من قسم الأسماك، والأسماك ما شاء الله الخيارات كثيرة في سوق الجبيل. متواصلين معكم مشاهدينا وفقراتنا مستمرة على الهواء مباشرة. تعتبر مهنة الغوص مشاهدينا من المهن التي تحمل بين طياتها المتعة والإثارة في عالم البحار الساحر، حيث الأسماك والمرجان وغيرها من المشاهد الجميلة والمميزة. نسلط الضوء أكثر مشاهدينا على أسرار مهنة الغوص وأكيد عالم البحار من خلال ضيفنا الكابتن سيف أحمد العبيدلي، مدرب غوص دولي. صباح الخير وحياك الله معنا في صباح شارقة كابتن. صباح النور أخوي إسماعيل، مشكورين على الاستضافة، إن شاء الله راح نقدم الشيء المفيد والمشيق للمشاهد وللمستمع إن شاء الله بإذن تعالى. كابتن، في البداية كلمنا عن أهمية مهنة الغوص وكيف اختلفت ما بين الماضي والآن الحاضر. طبعا مثل ما احنا عارفين مهنة الغوص كانت احنا ممكن نقول عنها أسلوب حياة في دولة الإمارات، لأن هي كانت مهنة مهمة للناس يعيشون على الساحل. فكان موضوع الغوص للولو ولا موضوع صيد السمك هذا شيء أساسي. نعم. في الوقت الحالي تعتبر رياضة الغوص شيء ترفيهي للناس اللي حابين يدخلون فيه للاستجمام للمتعة، ويعتبر مصدر رزق للناس اللي يدخلون فيه كتخصص تجاري. نعم. فأنت عندك ثلاث أنواع، اللي هو الغوص الترفيهي، الترفيهي التخصصي أو الاحترافي، والتخصصي التجاري. جميل. نتكلم عن مزايا مهنة الغوص أو حتى هواية الغوص، لأن في البعض يعتبرها كهواية. وشو المتعة في هذه المهنة أو الهواية؟ طبعا بداية في سر عن موضوع الغوص. أنا أعتبر الغوص من خلال تجربة، يعني اللي حاب يزيد ثقته بنفسه يجرب أن يغوص، لأن دخولك لعالم ثاني تحت الماء، أنت رب العالمين خلق جسمك أن يكون فوق الماء، لكن دخولك لعالم ثاني تحت الماء محتاج يكون عندك ثقة كبيرة تقدر تتعامل فيها في البيئة اللي موجودة تحت الماء، الكائنات اللي موجودة، تنفسك واعتمادك على الأسطوانات اللي معاك أو على الرئة. نعم. فهذا يزيد من ثقتك بنفسك ويخليك تكتشف شيء جديد، تشوف شيء جديد، تستمتع بأشياء. وأنا أقول اللي يدخل عالم الغوص ويجرب ويستمتع ما يقدر انه ما يمر عليه اسبوع ولا فتره معينه الا يمارس هذه الرياضه. جميل جدا، جميل وحلوه النقطه اللي ذكرتها، ان الله سبحانه يعني اجسادنا خلقت ان نحن نكون على الارض في هذا المجال المعين من الضغط اللي تعرض له اجسادنا، ولكن لما ننزل تحت اكيد الضغط يختلف والبيئه تختلف، فيبغي لها انسان قلبه قوي شوي يعني وعنده هذا الشغف انه يجرب يعني هذا الشيء. الصراحه بنتكلم عن تطور الغوص ومهنة الغوص أو هواية الغوص، وتطورت معها كذلك المعدات، كيف اختلفت ما بين الماضي وكذلك الآن؟ طبعا رياضة الغوص قديمة مثل ما قلنا كانت للولو، أغلبها للولو. نعم. أو مصدر دخل رئيسي كان للناس اللي يسكنون على الساحل. نعم. طبعا كانت معداتهم جدا بسيطة، يعني هم كانوا يعتمدون على موضوع أن الواحد ينزل بنسخة ويطلع، فكل واحد كان يجيب وقت معين، اللي بدقيقة، اللي بنص دقيقة، اللي بأكثر طبعاً. صحيح. معداتهم جداً بسيطة، مثل ما احنا نشوف الديين هي السلة اللي يحطون فيها اللولو تنحط في الرقبة، الحبل اللي هو الزيبل ينربط فيه حيار الغوص، هذا ينزل الغواص لين الأرض، من يوصل يهد ويبدأ يدور اللولو. نعم. ما عندهم نظارة، ما عندهم قفازات، عندهم الخبط اللي ينحط في الأصابع. نعم. يحمي أطراف الأصابع، لكن ما يحمي اليد من الحواف الحاد للمحار. نعم. فمعداتهم تعتبر يعني شيء بسيط جدا يخولهم ان ينزلون تحت الماء ويبدون يمعون المحار. نعم. وكانت في اصابات كثيره تحصل لهم بناء على انه ما عندهم خبرات او 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 او, أو دورات او تدريب يخبرهم شو المخاطر اللي موجوده. ولكن ما شاء الله كابتن، يعني كثير من القصص اللي سمعناها البعض ما شاء الله عنده قدرة كبيرة انه يتحمل او يكتم نفسه تحت، وكانوا كذلك يعني يتفخرون بهذا الشيء، ان هذا ما شاء الله عليه غواص محترف، وحتى اماكن اللولو يعني سبحان الله كان عندهم هذه الدراية الكبيرة ان هذا المكان فيه اللولو وفيه المحار، فسبحان الله حتى يعني في هذيك الفترة لو ما كان في هذا التطور لكن البعض كان مميز يعني. صحيح؟ صحيح. الغواويص قبل يتفاخرون، في عندنا مكان يسمونه غبة سلامة. نعم. هذه أقرب لمضيق هرمز. نعم. توصل لأعماق إلى 80 90 40 50 متر ما شاء الله، فاللي كان ينزل هناك يقول لك أنا غصت غبة سلامة، هذا يعتبر أن ياب رقم كبير، لأن العمق يتطلب أن يكون عندك قدرة تحمل لكتم النفس ولياقة عالية.
اما الاماكن اللي موجوده هنا عندنا من راس الخيمه لين السلع اغلبها بتكون صوب دلمه. نعم. هني المغاصات اللي هي الغوص او مكان اماكن الغوص. الغوص صحيح صحيح بلا شك. نتكلم كذلك عن التطور المعدات حاليا وكيف ساعدت الغواصين كذلك ومحبي هوايه الغوص ايضا في الاستمتاع بهذه الجوله تحت الماء. طيب احنا ممكن نقسم الغوص الى نوعين. نعم. الغوص بالاسطوانات اللي احنا نسميه السكوبا. نعم. ان الغواص يعتمد على 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 اسطوانه فيها هو اللي هو هذا مشول من الغبار مو بأكسجين هو عادي ينأخذ وينضغط في الأسطوانة وعلى حسب العمق تقدر تنفس منها. فأنت عندك اللي هو الجاكيت اللي هو اللي يخليك إعادة الطفوية ومعه منظم ومعه نظارة ومعه سنوركل اللي هو البيب القصبة ومعه وزن ومعه بدلة. هذه كلها تساعدك أن تتم وقت معين. طبعا كل ما يختلف العمق كل ما يختلف الوقت معك وكل ما تكون عندك لياقة عالية كل ما يتم لك اللي هو أكثر. جميل. هذا موضوع السكوبا. وعادة ما يستخدم السكوبا للتصوير أو العلاج أو زراعة المرجان. نعم. أما النوع الثاني اللي هو إحنا نسميه باللغة العامية الحياري أو الحر. الحر. نعم. هذا يعتمد على لياقتك وعلى قوة الهواء أو قوة الرأي عندك. نعم. أنت كل ما تكون عندك لياقة عالية تقدر تنزل عمق أكثر وتتم وك أكثر. وهذا غالبا ما يستخدم للصيد بالرمح. جميل. وانا احب الحياري اكثر من اي شيء ثاني. طبعا السكوبا او الغوص بالاسطوانات ممتع انه يخليك انت ثابت تحت الماي. نعم. ما تحاتي النفس اللي موجود عندك ما تحاسي اي شيء ثاني. اما الحياري يحتاج تكون عندك لياقه اكثر وفيها تحدي اكثر فيها. نعم. تشويق اكثر. جميل جدا كابتن. يعني بدله الغوص اكيد لها مواصفات كبيره وتتبع معايير يعني امن وسلام عاليه. نتحدث عن مواصفات بدلة الغوص. زين. البدلات تنقسم إلى ثلاث أنواع. البدلة المبللة أو الشبه مبللة أو المغلقة. المبللة هي اللي إحنا نلبسها ونسبح فيها نفس البدلات العادية. نعم. شكلها موه شكلها يعني على حسب الإنسان. اللي هي الشبه مبللة عشان تلبسها تحتاج أنت تحط فيها مادة عشان تقدر تدخلها بجسمك لأن هاي تمنع 60-40% ان الماء يدخل فيها. البدله اللي هي الجافه هذه ما تاخذها الا بدوره متخصصه وتكون غالبا في الاماكن اللي فيها جليد او مكان بارد جدا. نعم. لان هاي عشان تلبسها انت تلبس بجامه او بدله تحت عشان تقدر تلبسها. وهذه تحميك من الماء 100%. نعم. هذه انا اتكلم عن البدلات كشكل. اما معدات او اللي احنا نسميه البي سي دي جهاز التحكم الطفوي. نعم. هذا يستخدم عشان تثبت عليه الاسطوانه ويكون من الهواء وتقدر تعادل فيه الطفويه مالك. جميل. أكيد هذه العملية تأخذ تدريب معين صحيح كابتن يعني؟ طبعاً رياضة الغوص مثل أي رياضة، رياضة تسلق الجبال، رياضة القفز من المظلات. إذا الإنسان اتبع القوانين واللوائح هذه بيكون إن شاء الله في أمان. طبعاً أنت محتاج يكون عندك دورات، تدخل في الدورة محتاج تأخذ الجزء النظري، تخلص الجزء النظري وعقب ندخل الحوض، عقب ما تخلص الحوض نروح حق المياه المغلقة والمياه المفتوحة. طبعا اللي يتكلم عنه الجزء النظري عن الاشياء العلميه او التجارب اللي صارت حق الغواصين كمعلومات للغواص. نعم. الاشياء الخطره متى انعدام الالوان بشكل عام يعني. الحوض انت تاخذ مشاكل قد تصير لك وبتصير لك بس كيف تتعامل معها. جميل. خلص عن كل هو ربيعك سؤال المشكله شو الاشارات اللي تكون تحت الماي تتكلم مع ربيعك في اشارات معينه تتكلم فيها. صح. علمنا شويه كابتن لازم يعني مثال انت فوق الماي وتقول لي اوكي بالاشاره شو بتقول لي لا صح. هاي معناها اطلع فوق هذه الاوكي هذه واذا هو بعيد عنك هذه واذا هو بعيد وايد هذه هاي اشاره بسيطه فمثلا خلص عني الهواء تقول خلص عني الهواء. في اشارات احنا متعودين عليها نتكلم فيها تحت الماي حتى ممكن تسولف يعرف واحد طالع شو تقولون هاي الاشارات مثل اشارات اي لغه ثانيه. جميل. تقدر يعني تتعامل معها مع ربيعك. جميل. حلو حلو. واكيد مثل ما ذكرت يعني هي اشارات متفق عليها ودوليا معترف فيها. نعم دوليا يعني نفس اشارات المرور مثلا المستشفى عبور الطريق يعني هذه اشارات نفس اخواننا اصحاب الهمم الصم عندهم اشارات هاي اشارات. جميل. قد انا اخترع اشاره جديده تكون بيني وبين زميلي الغواص. طبعا انا المفروض يوم انزل لازم يكون معي واحد زميل ممنوع اني انزل روحي انا. الغواص ممنوع ينزل روحه؟ ما مسموح لك اي من الاشياء اللي نكون فيها التدريب لا تنزل يكون معك شخص زميل. سبحان الله صار شيء يقدر يساعدك. جميل جدا.
بالنسبة للمهارات والمواصفات اللي لابد أنها تكون متوافرة في الغواص، في طول معين، وزن معين، كلمنا عن هذه الأشياء. زي ممتاز. طبعا أنت أهم شيء أنت تعرف السباحة، هذا يعني كل الناس تعرف تغوص بس مو كل الناس تعرف تطلع فوق. زي إذا أنت أول ما تيني أسألك أنت تعرف تسبح، أوكي، إذا قلت لي أوكي أدخل معك موضوع أنت تجيب لي الإفادة الطبية، أن أنت لايق طبي حق الغوص، يكون في إفادة تحمل مسؤولية، أنت داخل عالم جديد قد يكون فيه مخاطر، تقرأ المخاطر هاي وأنت يعني بطلبك أنت بغيت تدخل رياضة هاي. الإفادة الأخيرة والتعهد أن أنت تلتزم بالعمق والأماكن اللي تدربت فيها، مو بأنت أخذت ليسن أو رخصة تنزل لين 18 متر تروح تنزل لي 30 متر، يختلف. فأنت إفادة طبية، تعهد تحمل المسؤولية، والالتزام بأن راح أنت تلتزم بالأشياء اللي تدربت عليها، ما في أكثر من كذي. كابتن اليوم يعني كيف يتم تأهيل الغواص ليصبح مدرب معترف فيه أو مدرب دولي؟ طيب إحنا يمكن نغير السؤال نقول متى يمكن الإنسان يبدأ أو يدخل بطريقة رسمية في الغوص؟ نعم. عندك من 8 سنوات وأنت ساير. ما طبعا الله. ما في فرق بين الرجال أو النساء. نعم. تبدأ غواص مياه مفتوحة، عقب تبدأ تأخذ تخصصات لين ما توصل كبير غواصين، عقب تدخل مرحلة اللي هي الغواص منقذ بحري، عقب هذا كله ترفيهي. نعم. وعقب التخصصي بعدين تبدأ تدخل مرحلة الاحتراف، مرشد غوص، مساعد مدرب، من بعدها يكون في تأهيل عشان تكون مدرب، عقب مشارك في دورات تطوير الغواصين، عقب يعني ليه ما توصل إحنا نسميه الدايف ماستر والمساعد مدرب، ليه ما نكون كورس دايركتور في المنظمة. نعم. يعني أنت تقريبا وصلت لأعلى أعلى مراتب الغوص. جميل جميل جدا. كابتن نتكلم كذلك عن ما شاء الله خوض سيدات ما شاء الله اليوم كذلك هذه المهنة تحديدا، وكيف كذلك ما شاء الله تشوف التطور هذه المهنة. أبشرك في إقبال كبير من خواتنا على موضوع الغوص. نعم. مو خلال الفترة هذه، حتى من قبل الفترة هاي، الفترة السابقة أتوقع من يعني لاحظنا من 2015 و2014 صار في إقبال سواء من اخوان من خواتنا المواطنات او خواتنا اللي يقيمون في دوره الامارات. نعم. بداوا يسمعون، بداوا يشوفون، يجون يسالون. حتى مره راح يدخل معانا ولد وابو وبنت وام كلهم دوروا وكملوا الدوره كامل ما شاء الله. فالاقبال موجود، والغوص ما يفرق بين رجل او انثى. صحيح. الكل يقدر يشارك اذا انطبقت عليهم المعايير ما شاء الله. كابتن يعني الواحد اللي يبغى يتعلم كم بياخذ وقت تقريبا؟ يعني اذا ما لائق طبيا يعرف يسبح اهم شيء مثل ما قلت، كم تقريبا ياخذ وقت في المعدل؟ يعني احنا قلنا لو النظري ممكن خلصه في يوم، انت احنا نسميه 5 حصص، من بعدها يكون في امتحان. عن احنا ما نسميه امتحان، مراجعه معلومات عن اللي انت اخذته. نعم. من بعدها ننتقل حق الحوض، بيكون يوم ثاني، بعد في عندك 5 حصص تتكلم عن المشاكل اللي ممكن يواجهها الغواص، كيف تتعلم على المعدات، كيف تركيب المعدات، كيف صيانة المعدات. عقب ننتقل البحر بعد، يعني نقول من 4 إلى 5 أيام يقدر. طبعا البحر انت ما تقدر تتحكم باليوم، ممكن احنا خلصنا النظري والحوض بسرعة، صرنا البحر كان حالة البحر تعبان، فنتريه ليه ما تتحسن حالة البحر. صحيح صحيح، لان اكيد حالة البحر والموج تأثر حتى وتعيق الرؤية، فبالتالي يصعب على الغواص. اكيد انت كغواص لازم تكون متابع موضوع الارصاد. نعم. حالة البحر انت تعرف من خلال سؤالك للصيادين او الناس اصحاب الخبره، موضوع متى التيار يكون قوي، اول الشهر واخر الشهر ونص الشهر، متى الرؤيه تكون ممتازه، متى وقت احنا نسميه الفراي، يوم يكون البحر صافي جدا. هاي ممكن يفيدونك فيها اخواننا الصيادين. صحيح، هم اكثر كذلك. نعم يعني صحيح، لهم خبره. نعم. حتى ممكن يقولوا لك شو انواع المغاصات اللي انت بتغوص عليها، هل هو مركب غرقان، ولا هل هو احنا نسميه لحف او ميافر او فشوت تحت. هاي الغواص ممكن يسال، اذا هو ما يعرف يسال اصحاب الخبره من الصيادين. صحيح. كابتن كلمنا عن يعني عن نفسك اكثر، الاماكن اللي تحب تغوص فيها، ولك اكيد ذكريات في هذا العالم الجميل. طبعا انا بديت موضوع الغوص عمري تقريبا 11. نعم. وبدينا موضوع الاحتراف او الغوص بالادوات الصحي يعني يوم احتكينا بالشباب اللي هم محترفين 2009.
ما شاء الله. أنا يعني ما يمر أسبوع إلا يوم أو يومين تغوص، أغوص ولا أصيد ولا أروح بالكياك. يعني علاقتي بالبحر جدا قوية طبعا، وخاصة هاي الفترة اللي انتشرت فيها موضوع جائحة كورونا. استوى الإقبال، وحتى قمنا نلاحظ زاد الإقبال على البحر وزاد الإقبال على موضوع الغوص وعلى أنا أفضل موضوع الحياري طبعا، أحس فيه تحدي. والحياري أغلب الأماكن اللي غوص فيها عبارة عن مراكب غرقانة، نعم، أو 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 شقوق في الأرض أو صخور في الأرض. طبعا اللي بيغوص حق مناظر عندنا في الخليج العربي عادة نادر ما تحصل الرؤية حلوة. اللي يبي مناظر ويبي يستمتع سواء بالغوص الحر أو الغوص الأسطوانات، نعم، المنطقة الشرقية عندك من كلبة، من الخور، من الفجيرة، من دبا. طبعا حتى في أماكن تعتبر مغاصات عالمية، وفي أعماق خيالية توصل 200 وأكثر، لكن عندنا يمكن أكثر عمق تحصله 60-50-70، هذا إذا بعد المياه الإقليمية. أما في المياه الإقليمية وقبلها ممكن 30-40-50 متر بالكثير متر. وبعدين الرؤية تنعدم ولا كيف؟ طال عمرك أنت كل ما يزيد عندك العمق كل ما تقل الألوان. آخر لون يتم معاك الرصاصي أو الرمادي، آخر لون. بس إذا تبى تستمتع وتبى تشوف الألوان على حقيقتها، أحلى غوص الغوص الليلي. سبحان الله، احنا شفنا تقرير اخونا سلطان الشامسي، نعم، يعطي العافيه على التقرير الجميل، والوان السمك على الدجيج. صحيح، الوان السمك في البحر في الليل مع الاضاءه تختلف تماما. سبحان الله، يعني الوان حتى السمك اللي معظم الالوان اللي نشوفها رصاصي او سيلفر او نعم، رمادي، تحت الماي فيها الوان، فيها الوان. سبحان الله، صح، يعني الوان وحركات تخليك تقول سبحان الله وتنجذب حق اللي موجود. الغوص الليلي مخيف خطر كابتن ولا؟ طال عمرك ما أقدر أقول خطر وما أقدر أقول مخيف، كل شيء تتعلم على أصوله وتتبع المواصفات والتدريب واللوايح. نعم، في البداية يكون في رهبة. صحيح، من تنزل مرة أو مرتين يستوي الموضوع عندك طبيعي. نزلنا مع مرة مع شباب غواصين، خذوا الغواص مياه مفتوحة وحب حبه ويدخلون موضوع الغوص الليلي من كثر ما سمعوا وشافوا فيديوهات عندنا. يوم نزل ورا، طبعا هو نازل انا عندي بعض الحركات عشان انا اتاكد هل هو مسترخي ولا هل هو متوتر، فانا ايدي على طول على المعصم وماسك الوريد اللي موجود هنا او الشريان اللي موجود، فانا احس بنبضه وانا نازل، احس ان نبضه وصل مليون ويطالعني واطالع عينه واعطي لي اشاره. اوكي، ليه ما وصلنا تحت بدأ يتلمس الأشياء يشوف، هدأ، فقمت أمسكه عشان ما يروح عني. ايه، فقلت له هدي أعصابك خلينا مع بعض عشان نقدر نشوف ونستمتع. جميل، خلصنا الغوصة. هذا الريال أتوقع الحين ما يغوص إلا ليل، مع أن الرهبة اللي كانت موجودة عندي قبل من الغوص الليلي راحت، انجلبت بسبت الموضوع أنه قام يتدرب وقام يمارس. صحيح صحيح، مثل ما ذكرت الموضوع بالتمرس وكذلك بالتكرار. نعم، يعلم الشخص. كلمنا كذلك عن يعني بعض المواقف اللي حصلت لك او من الذكريات اللي ما تنساها في حياتك. زين، احنا نزلنا مره غوص على مركب نصور، فاحنا اتفقنا انه يكون في شباب موجودين فوق في الطراد وشباب موجودين تحت. نعم، ومن كثر الرؤيه هم كانوا يشوفوننا من فوق، العمق تقريبا كان 20 متر. فاتفقنا احنا ننزل قبل العصر وهم ينزلون قبل المغرب. نزلنا وقمنا نصور وقمنا نشوف، فانا اشوف اخر المركب اشوف في فقاقيع موجوده هناك، فانا اشر حق الزميل قلت له، اقول له في ناس هناك موجودين، قلت له خلنا نروح نشوف. يوم سرنا ولا الشباب اللي معانا، فانا اشر لهم انتوا ليش نزلتوا؟ قال لنا كل شوكي جيت عند الباورة اللي هي اللي احنا اللي يسمونها المرساة اللي هي ماسكة في المركب اللي تحت، حصلتها مقطوعة والطراد راح. لا اله الا الله، فاعطيتهم اشارة ان نطلع، فالحمد لله طلعنا وكان التيار خفيف يعني الحمد لله، قدرنا نوصل الطراد. وقلت لهم يعني قلت لهم هذا شيء بسيط، يعني شفتوا الحين لو كان نزل علينا الليل فبيكون خطر. صحيح، فتعلمنا تعلموا من هاتش الايام ان اذا حد ينزل تحت لازم حد فوق، لازم حد يكون فوق، والالتزام يعني بالتعليمات. نعم، اصلا موضوع الغوص حتى واحد يسالني انه خطر، قلت له شوف يعني احنا العمارة بيد رب العالمين، عدد الوفيات حق الناس اللي يقودون السيارات الحوادث اعلى بكثير عن سبحان الله، عن فرق العدد، لكن النقطه في التزام
صحيح. بالقوانين صحيح. اذا انت تلتزم بالقوانين ان شاء الله ما راح يصيبك شيء. شكرا لك كابتن على هذه المعلومات، سعدنا بوجودك ونتمنى من الجميع ان شاء الله انه يجرب هذه المهنه ويحب كذلك مهنه الغوص. يعطيك العافيه، نورتنا في صباحك. الله يعافيك، شكرا على الاستضافه. شكرا جزيلا. نشكر وياكم مشاهدينا الكابتن سيف احمد العبيدلي مدرب غوص دولي. ننتقل الان مشاهدينا الى تقرير وفقره قصه اختراع.